على ريحة عزايا تشربي قهيوة. ها اخيرا رديكم قرصالك، جبت الايباد فيه هنا كاع لي كيسون ديالكم. ها هما مبداوش على الشعر، جبت قهوه كحله ولابسه بيجامتي حيت غندير لكم قرصالك، يعني شي حاجه سبونطاني فهمتوا، يعني نهضر معاكم. بالنسبه للبنات اللي باغيين يطلقوني هكا ويشقاو، خذوا راحتكم، جيبوا شي قهوه، جيبوا اي حاجه. انا دو باز ما كيعجبنيش ندير لي فيديو طوال، ولكن نتوما حيت كتبغيوهم كنديرهم. يعني دوك الناس اللي كنجيهم بحال كندير فيديوهات فيهم الهضره وكذا وكذا، ماشي بلاصتكم هذه، حيت انا كنهضر في شي حاجه اللي غتنفعكم. على بركه الله ينطلق العداد. اول كيسيون، نضرب قهوتي بعدا. كيفاش حتى طورتي من الثقه ديالك في راسك وحيدتي الحشمه؟ سينا اي لاف يو كيوتي، اي لاف يو تو، كنبغيكم كاملين كاع اللي كيبغيني كنبغي، ماشي اللي ما كيبغينيش. اول حاجه بالنسبه لكيفاش كنطوروا راسنا، كيجيب بزاف ديال الحوايج وكيجيب بزاف ديال لي زيتاب. المهم انا دو باز حشوميه، يعني بنادم كيبدا يشكر فيا ولا يهضر هكا اللعيبات كنظن كنحشم كذا كذا، ولكن في الوقت ديال مصلحتي ما كنحشمش. علاش؟ حيت كنقول في بالي باللي الحاجه اللي كتنفعني ما خصنيش نحشم فيها، ولا ما درتهاش ديك الوقت ما غاديش يكون وقت اخر اللي غنديرها فيه، تقدر ما تجينيش ديك الفرصه مره اخرى. الناس راه ماشي كياكلوا، حنا راه ديما كنكبروا في عقلنا داك الشخص الاخر، خاصنا ديما داك الشخص الاخر نعتبره بحالنا بحالو. علاش؟ الا كان مثلا فايتنا بالاكسبيريونس، حنا باقي ما دزناش ما داكشي اللي داز منه هو. الا كان فايتنا بلاج، راه هو دواز هو وكان كيحشم وكان كيتستريسا وكان وكاينين كبارين وكيتستريسا، وداكشي ما عندوش علاقه بلاج ولا حتى بالاكسبيريونس، كتبقى شي حاجه فينا داخليا. دابا حنا الاغلبيه ديال الوقت ديما عندنا باللي الستريس والحشمه شي حاجه اللي خايبه. علاش حنا كنعتبروها شي حاجه اللي خايبه وشي حاجه اللي ما خصناش نحسو بها؟ داكشي علاش كنبقاو نمرضوا راسنا. ستريس عادي نحسو به، نحسو بستريس مالو، نحسو غندوزو. الحشمه حتى هي نحسو بها وغندوزوها، ماشي مشكل. شي مرات كنبقى نقول راسي لا مانا، علاش كتستريسي؟ ناري انت فيك وهادي وهادي، وعلاش كتحشمي؟ وما خصكش تحشمي، وشوفي هادي وناري. وكنبقى انا وراسي كنتعاير انا وراسي، فهمتوا كيفاش؟ مع الوقت ما بقاش، ولات كتجيني عادي. علاش؟ كنقول للناس الاخرين بحالي بحالهم، حتى هما عندهم النقاط ديال الضعف ديالهم، حتى هما عندهم حوايج زوينه وحوايج خايبه. نقدر مثلا انا نكون فايتاهم شي حوايج وهما فايتيني فشي حوايج، فهمتوا؟ وديجا انا كيعجبني الاختلاف. انا ديما فاش كنكون جالسه مع شي جماعه وكنهضروا على هذا البلان، انا كنموت على الاختلاف. الدنيا حلوه بهذا الاختلاف، حيت كون كنا بحال بحال ما كاين لا حلاوه في الخدمه، لا حلاوه في القرايه، لا حلاوه في الزواج وكذا، فهمتوا؟ يعني يجيكم داكشي كوبي كولي. عقلي على راسي من دخلت لافاك تما بديت كنتبدل بزاف. نقولوا مثلا في الليسي وقبل كيبدا داكشي تبدل بالتدريج، ولكن في لافاك حسيت براسي تبدلت 360 درجه، 180 درجه، 90 درجه، اللي باي درجه بغيتو. اول حاجه فاش كنت كنشوف شي انونس ديال شي لعيبه كنت كنقول لا انا فهمتوا، كنخاف من المجهول. دابا حنا عندنا واحد المشكله، كنخافوا من اي حاجه مجهوله وعمرنا جربناها. داكشي علاش كيجينا داك ستريس وكنحشموا بنادم وكذا. وكاين اللي عندهم اصلا الرهاب انهم يكونوا في بلايص اللي فيهم بزاف ديال الناس، كيبداو يعراقوا وداكشي. عارفه اللي كاين بحالي بحالكم، انا فاش كتكون عندي شي حاجه داخليا كنبقى قلبي مقبوط عليا، كضرني كرشي داو كدا. مع الوقت شويه بشويه بدا كينقص داكشي. علاش؟ حيت جربت. اول مره جربت نتلقى مع جماعه فيها الناس ما كنعرفهمش، وفي الاخر كنلقى راسي بلي داكشي كيدوز مزيان، كنلقى في راسي كاينين حوايج زوينين انا ما عارفاهمش على راسي، الناس كيكتشفوهم. وفي الاخر كنقول ناري يا منال، كنتي معمره راسك بحوايج اللي خايبين وما غيطراوش. وعادي ما نكونش كنعرف لشي حوايج في شي جماعه، وعادي شي حوايج نكون كنعرفهم من اول مره، ولا تخرج ليا شي كلمه في شكل يضحكوا عليها الناس وضحكت انا معاهم، فهمتوا كيفاش؟ نوصيكم ديما زعموا فاش كتزعموا المره الاولى والثانيه، من بعد داكشي الاخر كيولي يجيكم عادي. سوا دي زاكتيفيتي باغ اونيفرسيتير، سوا باغ سكولير، سوا لي كلوب، سوا يكونوا دي زيفينمون فوروم. حاولوا انكم ملي تمشيو ماشي غير تمشيو وتبقاو تشوفوا وجالسين، ناقشوا شويه داكشي نص نص. انا ما كنحبش الهضره بزاف 100%، حيت كيعجبني نبقى نتصنت لشي حوايج، او ميم طون ما كتعجبنيش السكات 100%. يعني هضروا بالوقت وسكتوا بالوقت. وراه كاين الجماعات وفيهم فيهم، انا راه كنت في بزاف ديال الجماعات وكنحضر بزاف ديال الجماعات، وكاينين الجماعات ما كنهضرش. علاش؟ ما كنرتاحش ليهم وكيجوني عقليتهم مزعطره، يا ربي تسمح ليا، ولكن كاينين شي ناس راه ما عقليتهم كي، وكاينين شي وحدين كيستاهلوا نهضر معاهم ونحرق الانرجي ديالي عليهم، فهمتوا كيفاش؟ كينفعوني وكنفعهم. المهم انا ما كنبغيش نجاوب على لي كيسيون اللي كيكونوا عندهم علاقه بلي غلاسون صاحب ولا الحب ولا اللعيبات، ولكن دابا غنجاوب حيت كيرسول كلشي فيها غادي نلوح هكا العيبات. قالت لك وحده حصلته كيخوني ودابا جا كيطلبني نسمح ليه وباللي غيتبدل شنو ندير؟ ما كنعرفك لا انت،
ما كنعرف ولا هو ما كان ما عرفتش السيتوياسيون كي دايره، ما عرفتش واش داكشي اللي عارفه انت بصح ولا اللي عارف هو بصح، شنو وقع بيناتكم؟ ما يمكنش نحكم على الحاجه وانا ما عارفه حتى حاجه في هادو. دونك انا في حالات شي ما كنقدرش نجاوب عليه، كنبغيش نصدع الراس. ولكن اللي نقول لك نهضروا على الخيانه اون جينيرال. مهم انا شخصيا الخيانه وما كتقدرش تقبلها وما كتفهمش ديك القضيه ديال البنادم من مورا خيانه يقدر يتبدل. ديجا من مورا هاد الخيانه غيولي وسواس من جهتك، غتبقى ديما شاكه عندك يعاود يدير هادي ويعاود يدير هادي، الغلاصون غترجعش كيف ما كانت، الكونفيونس ما غتبقاش، ما غيبقاوش بزاف ديال الحوايج زوينين معاها. دابا انا ما عارفاش واش راجلك واش خطيبك واش صاحبك ولا شنو كيجيك. المهم ندويش اون جينيرال على الخيانه، ولقيت بزاف سولوني على العلاقات الغير شرعيه، وهي باينه من السميه اختي، انت كتبتيها ليا بالعربيه وبغيتيني نجاوبك، راه باينه غير شرعيه. غير شرعيه غير شرعيه، ما عندي ما نقول فيها، واش ربي قال لكم غير شرعيه وانا نشرعها بزز؟ ايوا واش دابا هو اون جينيرال الحب زوين بريء هكا مش كمشاعر، ولكن العلاقات الغير شرعيه هما اللي ما مزيانينش. والله يسمح لينا والله يهدينا، وكاينين بزاف الحوايج كندوزوهم في حياتنا كنكونوا غافلين عليهم الحمد لله، ولكن مهم حنا خصنا نرجعوا لله نتوبوا. واحد البنت قالت لي هضري لينا على كيفاش نقدروا نقراو بالعكس، سينو راني نحماق عليك من الاولى. انا كنحماق عليكم كاملين. وبالنسبه لهذا السؤال ديما كيتعاود ليا، انا نقول لكم واحد الحاجه، واحد السؤال اخر هي كيفاش كتكوني ديما بروديكتيف ولا كتكوني هكا بوزيتيف. حياتي ماشي 100% كنبارطاجيها في السوشيال ميديا، وفاش كنبغي نصور كنصور واحد الجزء من واحد النهار وداكشي الاخر، وتا هذاك الجزء نقدر ما نبينش فيه كلشي. وديجا انا دو باز مع والديا مع عائلتي من الناس اللي كنبغي، ما كنبغيش نعاود الحوايج الخايبه، قليل الناس اللي كنقدر نعاود لهم مره مره. بالنسبه القرايه، ملي كيكون عندك واحد لوبجيكتيف كتكوني عندك واحد الحاجه في بالك باغا توصلي لها، هذيك الحاجه كتجرك انك خصك ديري بزاف ديال الحوايج. راه ماشي كنقراو حيتاش حنا باغي نقراو بخاطرنا، لا، راه شي مرات كنقراو حيت خاصنا نقراو، حيت عندنا واحد الحاجه خاصنا نوصلوا ليها، حيت الا ما قريناش ما كاينش اللي غادي يعمر لينا مخنا بزز، ما كاينش اللي يهز علينا القفه وغادي يدخل علينا غدا وبعد غدا. الدنيا والزمان راه ماشي ديما كتبقاو عايشين مع والديكم، ماشي والديكم ديما غيبقاو عايشين في الدنيا، غدا وبعد غدا يقدروا يموتوا. انا كنهضر نيشان غدا وبعد غدا، تخيلوا معايا ما كاين لا حنين لا رحيم، وانتوما راسكم خاوي وما قريتوش مثلا، اش غادي ديروا؟ على الاقل فاش كتكونوا هازين معاكم القرايه كتكونوا ضامنين راسكم واحد شويه. داك اللعيبه ديال حكا غنقراو في الاخر ما غندير والو وما لقيتش خدمه، وفي الاخر المراه هي البلاصه ديالها هي في البيت ديال الزوج ديالها، كنلقى شي وحدين كيفكروا هكا، سواء دراري سواء بنات. انا الصراحه ضد هذه القضيه، انا القرايه بالنسبه ليا شي حاجه اللي بحال كتقول لي مثلا منال علاش انت كتشربي في الدنيا، علاش كتشربي ولا مثلا علاش كتاكلي؟ استغفر الله العظيم الشراب كناني الشراب كناني الماء، ولاش كتاكلي علاش كتنفسي؟ انا بالنسبه ليا القرايه مع الماء مع الماكله مع داك الشيء اللي بازيك بيولوجي ديالي معاهم القرايه. وخليو الناس اللي حابسين من القرايه هانتوما كتبوا لهم في لي كومونتير باش يعرفوا الواقع، خليو الناس اللي خرجوا من القرايه يقولوا لكم راه ما كرهوش يرجعوا يقراو، راه كيشوفوا شي واحد ديال الفيديوهات اللي كنحط كنقراو كيقولوا لي راه خرجنا من القرايه، كنشوف لي كومونتير ديالهم كيبقى فيا الحال. وشحال من وحده كتصيفط لي كتقول لي منال شنو غندير باش نرجع نقرا، والله الا كنشوف فيديوهات كنتحسر وكذا وكذا، ما بغيتوهم زعما توصلوا لهذاك النيفو. حنا من هذه غتعرفوا داكشي عنده علاقه بعضياتهم، حنا ما بغيناش نوصلوا لهذا النيفو هذا، كنهضر انا اون جينيرال. اما داك العجز الخفيف ماشي مشكل، شي مره موتيفي راسك انك تشري راسك سقاطه مثلا تحطيها حداك، اون فوا تقراي شي حاجه تاكليها، قراي الا كانت بامكانك تقراي في شي مكتبه حداكم شي كافي، تجمعي مع صحاباتك اون جينيرال الصحاب هكا عاونوا بعضياتكم شرحوا لبعضياتكم، قراو غير ابيل ما تقدرش تخرجي، قراو غير ابيل هكا فيديو كنت كنديرها مع البنات. كاين بزاف ديال الطرق، شتي اللي باغي يقرا غادي يكري بزاف ديال الحوايج اللي ما يخليوش يكون معكاز. درت انا كيجاوبني شي افكار راه ما قالوهم لي حتى واحد، غير كنديرهم باش انا نقدر نرفع على راسي باش انا نقرا. بان لي هاد لا فيديو غتكون طويله بزاف، ولكن نحاول نجاوب على داكشي اللي كيجيني في بالي واللي كنقرا في نفس الوقت. كيفاش وي كان شوز اور فريندز؟ لاحظت من تجربتي وما بغيتش نعمم، وهذه كيبقى رايي وتجربتي، شحال من وحده عرفتها كتقول لي انا ما عنديش الزهر مع البنات مع الصحابات ديما كيفعلوا لي ويتركوا، هذيك هي اللي كتكون خايبه. ماشي كلشي كنقول، ولكن الاغلبيه ما هذه ما تحيدوش ليا من فمي، حيت راه ماشي وحده ماشي جوج ماشي ثلاثه، البنات اللي كيقولوا هكا وكيكونوا بوحدهم كيكون المشكله منهم، كيكونوا يا اما توكسيك ولا هما ما حاسينش، كيكونوا فيهم شي حوايج هما
كيبغيو ديما يعيشوا دور الضحيه، كيكونوا نرجسيين. هادو البنات بعدو من النوم. شوفوا راه كنقول ما كنعمم، حيت انا ماشي كيقول لك التعميم لغه الجهلاء وداكشي، غتبداو تلاحظوا دي زاندي. تقولوا ما انا قالت، غنعطيكم الحوايج اللي تحاولوا تافيتيهم. ثاني حاجه دوك الصحبه ديال الثلاثيه تكونوا مصاحبين بزاف، يعني بزاف ديال الصحابات اكثر من ثلاثه، كل مره كتلاقاو بكليكه في شكل، ولا تكونوا مصاحبين جوج، نتوما انتم صاحبين عندكم صاحبه وحده مزيان. ولكن العلاقه الثلاثيه يعني تكوني انت الوسط وجوج صحاباتك ما يمكنش. غير في الخروج غتبداي تلاحظي في احتكاكات، في الهضره حتى هي كيكون وساويس، كتحسي براسك شي مره مراجعه اللور، راه صعيبه بزاف ديك العلاقه الثلاثيه. الا كانوا اربعه كتلقاو جوج جوج، ولكن ثلاثه ضروري وحده كتلقاوها كتحس بشي حوايج ولا كتضرق شي حوايج. واحد النهار لقيت واحد الكومونتير ديال واحد البنت على هذا البلان هذا. المره الاولى فاش تعرفوا شي ناس ما تعطيوهمش كلشي، ماشي انت عرفتي وحده المره الاولى بديتي كتعاودي لها قصه حياتك، انا في خبار كان اللي كان واقع ليا وهاللي واقع ليا، وانا راه اول مره فاش تعرفوا شي وحدين وترتاحوا ليهم، لا قدر الله ارتاحيتي لشي صاحبه شفتيها اول مره سوا في المدرسه سوا ما عرفت فين، وما تجيش اختي ترسبي لها حياتك كامله مطقطقه السلام عليكم. خلي واحد الاحتياط، ما تمدليش ثقه كامله، حيت انا هادشي كنقولو غير عن تجربه، ماشي انا قافزه انا وراه هادشي كنطبقه من الاول، لا لا شي حوايج كنعرفوهم من داكشي اللي دوزنا. ما تعطيش نيتك كامله في الاول، تلاقيتي معاها في المدرسه في الاول غنجمعكم القرايه، بانت لك عقليتكم متقاربه، عرفتوا على بعضياتكم بزاف الحوايج، ديك الساعه داكشي كيبدا بشويه بشويه، كل مره كتلوحي حاجه حتى كتاكدي. لاحظت الصحبه اللي كتنجح، والله انا البنت اللي عن تجربه هي اللي كيجمعكم الضحك والنشاط في الاول، سواء في شي ايفينمون، سواء شي بين شي كليكه تعرفتوا مع بعضياتكم، سواء في شي حاجه هكا فيها الضحك، ولا مثلا هكا شي حاجه صدفه، شي جروب شي لعيبه هكا، ما كتكونوش دايرين في بالكم في الاول انكم غتكونوا صحاب، ما كتكونوش دايرين في بالكم غادي تبارطاجيو الحوايج. ماشي ضروري عليكم الا بارطاجا معكم واحد قصته ولا حياته، نتوما محكوم عليكم انكم خاصكم تبارطاجيو، حيت كاينين شي ناس كيفكروا هكا، الا مثلا واحد البنت عاودت ليا على حياتها انا خصني نعاود ليها، لا انت تصنتي وصافي. خلاصه لهذا الشيء انا كنلاحظ بلي لي غولاسيون اللي كيكونوا قلت لكم ما جامعينهمش اسرار، نتوما مرتاحين هما مرتاحين، ما خايفينكم تقولوا ما خايفينهم يقولوا، جامعكم الضحك وتعاونوا بعضياتكم ويوقفوا معاكم، ولكن ما عندكمش ديك المصلحه ديال انكم هي تعاود لك وانت تعاودي ليها. ولا تصاحبتي مع وحده وقالوا لك الناس باللي راك تبدلتي من ناحيه خايبه، عرفيها باللي اثرت عليك ولكن انت ما حسيتيش. ولا تصاحبتي مع وحده وحسيتي براسك تزادوا فيك بزاف الحوايج زوينين وبزاف ديال العادات زوينين، عرفي ديك البنت راه بصح صاحبه، فهمتوا كيفاش؟ يعني كيقول لك الصاحب والساحب، سواء كيسحبك للخير سواء للشر. هاد الكيسو بزاف ما عرفت ولكن كتسوني بزاف لدرجه مهم انا كاع اللي دايرين بيا الاغلبيه ما كيعرفوش يجمعوا الفلوس. قالت لي واحد البنت هاو تو سيف ماني. مهم بالنسبه لكيفاش نجمعوا الفلوس، انا الطريقه اللي كنعتمدها وقلتها لكم في لا فيديو ديال الاهداف ديال شهر سبتمبر، انا مني عقلت على راسي ما عمري جربت ديك القضيه ديال نحط فلوس. صراحه جربت نديرها ولكن ما ماشي واحد المده طويله ما كتجينيش فعاله نهائيا، كل واحد وكيفاش. داك اللعيبه ديال كل نهار كتحطوا كتجيني ما مزياناش. علاش قلت لكم داك النهار الا حاولتوا كل نهار تحطوا واحد القدر يقدر يوصل مثلا غير نص ديال الشهر، وانتم ما عندكمش الفلوس اللي غادي تحطوهم كتكونوا خسرتوهم. علاش؟ حيت كتحطوا هذاك الشيء اللي شاط ليكم، عندك الهدف اللي باغي نديرو هاد الشهر باش تجمعوا على قبله الفلوس ما كيكونش ديك الساعه مهم. فاش كيكون عندكم هدف مثلا انا هاد الشهر باغا نسيفي الفلوس على قبل باغي ناخذ مثلا بيرو، ماشي غندير هذاك الشهر كل نهار شاط ليا شي حاجه نجمعها، لا انت ما عارفاش راسك اصلا داك البيرو اللي باغا تشريه بعدا خصك تحطي شحال داير. مثلا نقولوا بيرو داير 700 درهم مثلا، هذاك البيرو داير 700 درهم درتي كل نهار قسمتي شحال خاصك تحطي، مثلا جا 15 يوم مابقى عندك ما تحطي، انت ما غتجمعيش فلوس. ولكن الا شديتي ديك 700 درهم اللي باغا تجمعي باش تشري داك البيرو ونقصيها من الفلوس اللي غادي تدخلي في داك الشهر ونقصي منهم مثلا هذوك الحوايج اللي مثلا لي فاكتور اللي خصك تخلصي، ترونسبور، هذه كديروا دوك العمليات الحسابيه الاولويه كامله وكتشوفي شحال غادي يبقى عندك في الشهر باش تعيشي، يعني تما كتزيري الصمت. الحوايج اللي فيهم الرفاهيه بحال الخروج للقهوه وداكشي ماشي ضروريين، دونك خصك ديريهم. كنت خدامه كتبغي تمشي تاكلي فشي قون دي معاك الماكله من الدار، عطا الله حوايج مثلا في الشهر كنتي كتشري التقضيه، كتشري مثلا داكشي دو لوكس كتشري ديسير لافوكا، كتشري مره لي دراغون مثلا،
كتشري مثلا نيمبورط شي لعبه، المهم الفرماج كتشري فرماج موتزاريلا، فرماج غوج، فرماج ما عرفت كي داير في الساندويتش كذا كذا، شري اختي نوع واحد. ولا مثلا حتى في الماكله راه والله الا غتنقصوا الفلوس، سقطوا دابا راه ولا داكشي غالي وكذا. المهم هذه طريقه، كنتي عايشه غير في داركم، والديك يعطوك فلوس وانتي ما كتشري حتى حاجه في هذا الشيء، راه اختي عندك فرصه ذهبيه ذهبيه. الا كانوا كيعطوك مصروف ديالك في الشهر وغير عارفه كيفاش ديري ليه، فبلاص ما تمشي في الطاكسي مثلا، سيري في الطوبيس. مهم خص يكون عندكم هذا الحس ديال اقتصاد. كاين سبحان الله اللي واخا هكاك ما كيعرفش ما كيقدرش، فهمتوا داخلي شنو الشعبه اللي كنتي دايره في البريمير اني باك؟ واخا هذه ماشي جيرل سولك، ولكن كنهضر على انا شديت الباك سونس فيزيك. شي ابليكاسيون قدروا يعاونوني في القرايه في ايكونومي، ما كنت كندير حتى ابليكاسيون كنقرا بها، يوتيوب مره مره، وديجا هاد لي بروف لي في يوتيوب راه قليل فاش كنت كنتبع معاهم. نتوما عارفيني كنطابي الحاجه، كندخل بروف بان لي يشرح مزيان عجبني، دخل لي صوته لمخي، هي هذيك ما عجبني صافي كنمشي اختي البوليكوب. كنحشم نجاوب في القسم، كنخاف يضحكوا عليا الا كانت اجابه خاطئه، وملي كنجاوب كنقولها بشويه. بالمختصر الثقه في النفس، يعني بنت بحال قالت لك كتعاني من انها ما كتقدرش تثق في راسها. كان عندي هذه المشكله في القسم، زعما انا كنت من لو جونغ اللي ديما كيكون عندي الجواب صحيح، ولكن كنقولوا تحت من زيفي، فهمتوا كيفاش؟ علاش؟ حيت كنت كنخاف نقول الجواب يكون غلط. من بعد شويه بشويه بديت كنتغلب على هذه القضيه. علاش؟ كنكتشف بانني لا ما قالش داك الجواب كيبقى فيا الحال، حيت كيقولوا واحد اخر، وكنحس بيه بحال خدا ليا الفرصه ديالي، وانا ما كنحملش اللي ياخذ ليا شي حاجه وياخذ ليا الفرصه ديالي. وداك الحس التنافسي عندي الداخلي، وانني فاش كنقول داك الجواب وكيكون الصادق صحيح كنقول امانه انت يا راه كاينه، علاش كتخبي هادشي عندك؟ صافي من بعد هادشي ما جاش غير بايام ولا بشهور، راه جا بسنين باعوام. صافي من بعد وليت اختي كنطلقها، كانت غلطه ما كيبقاش فيا الحال. داكشي علاش غير حاولي جربيها طلقيها. واخا انت باش ما نقولش لك زعما حق الا طلقتيها تقدر تكون عندك صحيحه وهكا غتحسي مزيان، تقدر تكون عندك غلطه. يعني فكري في هاد جوج ديال الجوانب، سواء غتكون عندك صحيحه سواء غتكون عندك غلطه، واش دير راسك لهاد الجوج هادو اللي غادي يضحكوا عليك؟ ها هما ضحكوا، شنو تزادك وشنو نقصك؟ اقولي لي هكا فكري، ها هما ضحكوا. من بعد عرفت الحاجه الوحيده اللي انا كنت كتنفعني في حياتي وباقا لحد الان، هي ديما كنفكر من بعد، كنفكرش ديك السيتوياسيون شنو غيوقع فيها، كنفكر من بعد هذيك السيتوياسيون. يعني كنقول ها هما ضحكوا وشنو غادي يوقع من بعد، ها انا قلت الجواب غلط وشنو غادي يوقع من بعد، ها انا مشيت لواحد لونتريتيان وجاني ستريس وما جاوبتش وما تقبلتش، شنو غادي يوقع من بعد، ها انا كنت خايفه نقول شي حاجه نخسر شي ناس، ها انا خسرتهم، شنو غيوقع من بعد؟ دابا هادشي هو اللي كان كيحسسني بالبرود فاش كنبدا نتخيل السيتوياسيون من بعد شنو غيوقع موراها. ديما كنحس بالراحه، ما عرفتش الثقه في النفس كاينين اللي كتكون معاهم من الصغر وكاينين اللي كيطوروها، وهي اون جينيرال غادي تقدروا تطوروا الثقه بالنفس بزاف ديال الحوايج. ما كيعجبنيش داكشي اللي كيكون تقليدي، انا كنقول لكم كيعجبني براتيك، خاصكم تخرجوا للعالم تواجهوا الحياه. مثلا شي مرات كتكتشفوا شي كيبان لكم راسكم راه فريمون تايقين في راسكم، كتجيكم شي حاجه كتحسوا براسكم بلي راه هذاك الثقه اللي تايقين في راسكم راه ماشي ما ثقه ما توزع، راه باقين حوايج ما شفتوهمش. دونك عمركم ما تقولوا حقا هذا اللي قدامكم مثلا راه تايق في راسه 100%، غتلقاو ضروري عنده هفوات. واحد البنت قالت لي انا اكتشفت بلي كنعاني من فوبيا الاصوات المرتفعه، وفاش كنمشي للمدرسه كتبقى الاستاذه تضرب بالعصا وتغوت وكتخلي الباب يضرب باي الريح، وانا كنبقى نعرق وكنتزعزع من بلاصتي حتى الهيبه والثقه ديالي كنحس بها فحال اللي كتنقص. مهم بالنسبه لهاد الفوبيا يمكن سميتها الفونوفوبيا، عندها بزاف ديال السميات، انا عندي نفس المشكله ولكن ما عنديش بدرجه كبيره بزاف. فاش كنسمع شي واحد كيهضر بالجهد مع شي حد بحال غير كيهضروا يعني بحال كيتناقشوا شويه، كنحس بعقلي بحال كي اوفر تينكي انهم كيضاربوا وكذا، وكنسد ودني وما كنبقاش نحمل ندير شي حاجه. لا بغيت ندير شي حاجه وميم طون وانا كنسمع داك الشيء ما كنقدرش، يعني مثلا انا في الدار الا كان شي واحد كيهضر مع شي حد ولا غير كيتناقشوا شويه كنتعصب وكنبدا نضرب قلبي كيضرني وكرشي كضرني، ما كنقدرش نبقى نتنفس بزاف. ومهم اي حاجه ما كنقدرش نديرها. دونك هادو هما الاعراض تقريبا، وكاين اللي كيبداو يترعدوا، كاين اللي كتشدوا من الدوخه صافي كيطيحوا. مهم هاد الفوبيا هادي راه كاينه، ومع الاسف كاينين شي فوبيات اللي الناس كيسحب لهم بنادم غير كيزيد فيه، ولكن راه كاينين هادشي كاين في علم النفس. وبالنسبه للقضيه ديالك انت الا كان بامكانك تشوفي شي بسي، واخا الصراحه في المغرب عندنا هاد المشكله، ما عندناش
محللين نفسيين بزاف، وعندنا دوك الاطباء اللي كيبقاو يعطيو الضوء كذا، ما صالحاش القضيه. واخا مثلا تلقاي حنا في جديده ما كاينش، مثلا ما كاينش شي محلل نفسي ناضي، كنعرف انا غير الطبه كازا رباط وداكشي الا كنتي فيهم تقدري. العلاجات تقريبا اللي كيعطيو انهم بعد العلاج اللي كيكون في الاغلبيه ديال الفوبيات والصدمات، انه كيحاولوا يعرضوا داك المريض لنفس الحاجه، يعني مثلا كيعرضوه للصداع مثلا في الفوبيا، غيعرضوه بزاف للصداع وداكشي حتى تحاولي تتاقلمي ولا تكيفي مع داك الوضع. وهادشي اللي كنقرا عليه انا في الاغلبيه ديال الفوبيات. ولكن الحاجه اللي تقدري ديريها بوحدك بالنسبه ليا واللي كنديرها انا شي مرات، هي انا كنحاول نتقبل هذاك الشيء، وكنحاول انني نتنفس وما كنبقاش نخلي عقلي يبقى يفكر، كنحاول نسيطر على راسي ونحس بداك الشيء راه ماشي شي حاجه اللي انورمال. كيفيه الاستمتاع بالوحده. اول حاجه الوحده عندها حوايج زوينين وحوايج خايبين. انا هضروا على الحوايج زوينين. كتخليك تعرفي راسك اكثر، يعني فاش كتجلسي مع راسك كتكتشفي شخصيتك اكثر، وبالنسبه ليا باش تستمتعي بها وميم طون تكتشفي راسك، ودي حاجه ضروريه لينا كاملين خاصنا نعرفوا راسنا، حيت راه ما يمكنش نتلاقاو مع ناس، نتلاقاو في جماعات ولا نديروا صحاب ولا نديروا شي حوايج في الدنيا وننجحوا في شي حوايج وحنا ما عارفينش حنا اصلا شكون حنا، شنو كيعجبنا، شنو هو الشغف ديالنا، شنو هما الاهداف ديالنا. فهمتوا كيفاش؟ وهادشي غيجيب انكم ما تجلسوا مع راسكم، كتشدوا ورقه وستيلو كتبداو تقلبوا، كتشوفوا الناس شنو كيديروا، وكتحاولوا تفكروا في داكشي واش غادي انتريسيكم نتوما ولا لا. شي مرات كتكونوا غير كتفرجوا هكا، كيبان لكم شي فيديو ديال شي واحد كيدير شي حاجه، كتقول سواء غادي يجيك الفضول ديك الحاجه انك باغي تعلمها، سواء كيجيك شي حاجه اللي عاديه بيزار وكتدوز. هادو من الحوايج اللي كيخليكم تعرفوا حتى الحوايج اللي كيعجبوكم. ديجا كيجوني دي كيسيون ديال كيفاش نعرفوا الشغف ديالنا في الحياه وداكشي، هذه طريقه من غير انك كتديروا شي حاجه مثلا كتعجبكم، سواء كطيبوا شي ماكله زوينه تاكلوها مع راسكم، كتكون عندكم شي هوايه كديروها مع راسكم. الهوايات اللي كديروهم مع راسكم راه معروفين، نتوما سيروا غير طابيو في جوجل في بينتريست وكتبوا في ريشيرش. بينتريست فيها بزاف ديال الافكار، انا بالنسبه لي تعاونكم بزاف في هذه القضيه ديال كيفاش غتمتعوا نتوما بوحدكم. الوقت مع راسكم شي حاجه ضروريه، حيتاش كيحيد عليكم الانرجي الخايبه، كتعرفوا راسكم اكثر، كترتاحوا مع راسكم، حيت الا دوزتوا نهار عامر مع الناس داك الباتري ديالكم سوسيال، هذيك الانرجي ديالكم مع الناس وكذا بحال كتديشارجا. فهمتوا؟ دونك خاصكم ضروري تجلسوا مع راسكم باش تعاودوا تشارجيوها. واحد البنت قالت لي واش عزيزا عليك حكايه سناء الشكيليطه، انا بعدا نموت عليها، داكشي براني كنسمعها. علاش؟ حيت كتفكرني في شي ذكريات قدام ايامات الكوليج، فاش كنا كنقراو دوك القصص الدارجه في الجروب ديال البنات وكذا، جروب بات اون جينيرال، ولا كنت كنقراهم في الويت باد وداكشي، وانا كنت مبليه بيهم. الناس كانوا كيخافوا من جهوي في التاسعه، انا كنشوف دابا الميساجات ديالكم، وانا كنت كنقرا القصص ديال الدارجه في الجروب بات، كنبقى حتى الثلاثه ديال الليل وانا نبكي مع القصه. شنو هو السر ديال شخصيتك المسؤوله وكيفاش قدرتي تنميها؟ حيت كنشوف قاده براسك وكتهضر مع راسك. تبارك الله، الله يبارك فيك الزين، شكرا. بلاتي نفرح اختي في البيصه، ويلي القهوه ديالي بردات. انشو انا ملي كنعقل على راسي ملي كنت صغيره وانا ديجا هكا، فهمتوا؟ يعني مثلا فاش كنت صغيره حيت والديا كيكونوا خدامين، انا كنت كنبدل لخويا الكوش، كنحضايا كنديه المدرسه ونجيبو، وانا كنت باقا كنقرا في البريمير، يعني كنت باقا فريمون صغيره. تخيلوا معايا دابا راه فرق كبير. كنت كنطيب، كنت كنبقى في الدار نهار كامل بوحدي، كان كيخصني نقرا بوحدي. والديا فاش كانوا كيمشيو يخدموا كيدوني معاهم، كنبقاو معاهم في النهار كامل، كنت كنعاونهم تما نخدم معاهم حتى انا وانا باقا صغيره، كانوا كيعرفوني لي كليون وداكشي. دونك من تما انا شخصيتي ولات هكا، يعني انا عاقل على راسي من صغري انا هكا، حيت البيئه فين تربيتو كتحكم بزاف. دابا مثلا انا كنتو تربيتو في واحد البيئه ديال والديكم ما كيخليكم ديروا والو، وديما الحاجه اللي حليتو عليها فمكم كتلقاوها، كتربوا في واحد البيئه ما نقولش فشوش بالناحيه الخايبه، ولكن زعما كتكونوا مولفين هادشي هكا. الا جاتكم فرصه تقراو بعاد على والديكم، هادي كتعلمكم المسؤوليه، هاد القضيه ديال تعيشوا بوحدكم وتتعلموا تصرفوا على راسكم وتعلموا ديروا بزاف ديال الحوايج بوحدكم كتخليكم تعلموا المسؤوليه. واحد البنت قالت لي انا من داك النوع اللي كناخذ قرارات وما كنلتزمش بهم ابغ القرايه، حيت هادي واجبه. نصيحتك، انا الحاجه الوحيده اللي كتجي في بالي فاش كندير شي قرار كنكتبوه هكا ولا كنديروا في
بالي انني خاصني نوصل ليه. الا ما درتش هاد الحاجه ما كاينش اللي غيديرها في بلاصتي، وانني بوحدي اللي عندي داك القرار، وبوحدي اللي في يدي انني خاصني نطبقه. هادي بحد ذاتها كتكفيني وتوفيني، كتخليني ندير داكشي صراحه. واحد الحاجه انا من داك النوع اللي الا درت شي قرار في بالي خاصني نديره، انا هكاك ما كنحملش بيني وبين راسي ما تكونش عندي الكلمه. أبغى الناس انا وبيني وبين راسي خاصة تكون عندي الكلمه مع راسي. الا ما درتش هاد الحاجه انا راه ما في يديش، ماشي زعما ننجح فيها، لا ما كنقصدش النجاح والفشل والخساره بالعكس، ولكن ندير افور. طول ما انا جاتني داك القرار في بالي وداك الهدف في بالي خاصني ندير عليه افور. درتها الحمد لله غنكون متصالحه مع راسي، وهذا الشيء ما كنعنيش به ان حقا لا فشلت راهني ما في يديش، لا زعما متقبلاها. المهم انا منعيش بتأنيب الضمير، حيت انا وتأنيب الضمير ما كنتلاقاوش، ما مقنعس لا ليل لا نهار لا حتى حاجه. اوكي سبحان الله اللي ما كياثرش في هذا الشيء. وفاش كنجلس مع راسي وكنشد ورقه وستيلو ولا بلوك نوت ولا ندخل النوت وكنشوف داك الحوايج اللي كنت باغا نديرهم مثلا نخلياهم انني نديرهم من بعد، كنحس براسي شي حاجه فيا في شكل. وجربوا هذه القضيه، جربوا انكم الحاجه اللي خاصكم ديروها طبقتوها فعلا ودرتوها تحسوا بواحد الراحه. والله واش كتامني بالحب؟ يعني الحب ما بينك وبين الجنس الاخر، يعني يقدر يكون اول نظره ولا مع الوقت، ولا كيجيك داك الشيء غير تخربيق؟ اختي ما عمري بغيت لا من اول نظره ولا من اخر نظره لا من ثاني نظره اللي كنشوفو المره الاولى ما كنبقاش نشوفهم. هذا السؤال زوين وكنت باغا ندير عليه موضوع، ولكن دابا نجاوبكم ماشي مشكل، غير ما نطولش فيه. كيفاش نقدروا نحافظوا على الصالات؟ اول حاجه باللي انا ماشي تزاديت ووصلت لواحد لاج وكنت ديما كنصلي، انا كنت كنصلي ونقطع، كنصلي صلات وصلات ما كنصليهاش، كنت عطال بزاف د الحوايج. ولكن الحاجه اللي كتنفعني بزاف باش انني نبقى مواظبه على الصلات، زعما نصلي في الوقت ونصلي الصلوات كاملين، فاش كيودن كيقول الله اكبر كنوض. كنت موضيه كنلبس حوايجي نوجد نجلس باش نصلي، نتسنى زعما الاذان يسالي باش نصلي. ما كنتش موضيه كنوض نتوضى ونرجع. والحاجه اللي كتنفع بزاف بزاف هي كنكون موضيه قبل الوقت، دايره كنعرفه مثلا كيودن مع واحد الوقت فلان فلاني، قبل منه بعشر دقائق ولا عشرين دقيقة نكون واجدة نفسيا أنني خصني نصلي. ما إلى ودن ولقاني مثلا كندير شي حاجة تما كنبدا نقول نسالي هاد الحاجة عاد 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 عاد. يعني مثلا إلا كان عندي الشقة خصني نسالي قبل وقت الأذان ديال الظهر باش أنا نكون واجدة أنني نصلي. إلى خرج ليا شي حاجة كنتعطل شوية ولكن مكيكونش في يدي. مع الأسف حنا دولة إسلامية ولكن ما عندناش ديما البلايص اللي نقدروا نصليو فيهم. في البداية كيكون ديما فينا الحماس للخدمة وكتفوت غير واحد الشوية وكيطفى، في نظرك شنو خاصني ندير باش نطفاش؟ هذا حماس البداية ديما كيوقع كيكون فيا، ومني كيوصل مثلا لاخر ديال العام كنحس براسي باتري فابل. كنشوف الناس في الدورة الثانية ولا في السمستخ الثاني كيجيبوا مزيان، أنا ديما كنت العكس، ديما عندي السمستخ الأول كنجي فيه أكثر من السمستخ الآخر. النصيحة أنك ما تعطيش لي فوق ديالك في الاول بزاف، ما نقولش لك زعما ما تقرايش ديك القرايه، غير هو ما تعطيش 100%. الحاجه اللي خصها اي فوق بزاف عطيها، الحاجه اللي خصها شويه عطيها شويه، وفرقي وقتك. ماشي زعما داك الحماس كامل تحرقيه، تخلي شويه باش تعرفي الوقت من بعد. وهاد القضيه ما لاحظتهاش زعما فيا ولا فيك انت اللي كتبتي الميساج، ولكن راه فيكم كاملين كنلاحظ غير الميساجات ديالكم كتبانوا ليا محمسين. وانا العجيب في الامر كنشوف البنات اللي كيقراو في التاسعه كيصيفطوا ليا ميساجات العام بزاف اكثر من العام اللي فات. انا فهمت هذا العام شنو كاين سبيشال مختلف على العوام اللي فاتوا، غير بشويه بشويه كل مرحله غتعرفوا كيفاش تتعاملوا مع راسكم، يعني بلا ما تحتاجوا الناس يبقاو يقدروا يهضروا، ولكن داك الهضره ما غتنفعكمش 100% حيت كيبقى الفعل ديالكم ولا كيفاش غتعاملوا هو اللي غيحكم. من الهضره ديال الناس راه شي مرات كتاثر شي مرات لا، تقدر ما تحرك فيكم حتى حاجه، يبقاو داويين خاويين كتسمعوا هاد الدينا ترجعوا من الودينا. الصداقه بين الولد والبنت واش كتشوفيها شي حاجه مزيانه ولا لا؟ ما غاديش ننافقك، ما نقولش لك حقه ما مزياناش حرام، وانا راه ديجا عندي ديزامي دراري، اختي هي في الدين راه ما كايناش صداقه بين الدراري والبنات، ولكن في هاد الوقت كتجيني صعيبه بزاف حيت انا كنخدم مع دراري بزاف، دونك كنحاول نافيتي كندير دالي الميت وداكشي، ولكن مهم الله يسمح لينا وصافي. كتشوفوني انا ديجا في كليكات فيهم الدراري، كنقول لكم في حدود، يعني الدراري عارفين ما انا اللي كدايره وانا عارفاهم كي دايرين. هذوك الدراري اللي زعما مبرهشين وداكشي راه كنبعد منهم، نتوما تعرفوا حيت نتوما اللي غدسروهم عليكم، الافعال ديالكم اللي غادي يحكموا كيفاش هما غادي يتعاملوا معاكم. هذه ديما كنقولها، بينتي الناس وعطيتهم سين ان غير دسروا عليا وداكشي راه غيدسروا عليك. كنت كنقرا في الليسي وداك الوقيته فيسبوك كان شي حاجه زعما راه شي حاجه، كنت كنعرف دراري تما كنهضر معاهم كيقراو معايا في الليسي، تخيلوا معايا، وكيشوفوني من بعيد وما كيقدروش يجيو يسلموا عليا، كانوا كيصيفطوا لي انا راه شفناك في الليسي وكذا
وحشمنا نجيو نسلموا اللعيبات. يعني شوفي غير ابسط حاجه السلام ما كانوش كيقدروا يجيو يسلموا. وقيلا جو بونس هذه اخر كيسيون غادي نجاوب عليها. وقيلا لا فيديو جات طويله والله ما عرفت هذه المره شحال صورت، ولكن كنوعدكم الا هاد لا فيديو تفرجتوا فيها ندير لكم جير سولك كل جوج سيمانات كل ثلاثه سيمانات كل شهر على حسب. قالت لك كيفاش ما تبقايش تقارني راسك مع البنات الاخرين زعما اللي يكونوا عندهم باري احسن منك ولا شعر احسن منك. ضروري اي بنت فينا شي مرات واخا تكون تايقه في راسها الماكسيموم غتجي شي حاجه غتخليها تبدا شويه تقارن راسها مع شي وحده. ضروري كيساسوا من ناحيه ديال انها ما عندهاش الثقه في النفس، كيساسوا من ناحيه ديال انها عندها الثقه في النفس وكتبدا تشوف راسها احسن من هذيك الوحده. يعني المقارنه كتجي في بال شي وحده شي مرات مرات شحال، ولكن زعما السر انك ما تبقايش تقارني راسك بشي وحده احسن منك عند بالك انت احسن منك، هي انك تبغي راسك عارفه راسك باللي انت ميزه فيك حوايج زوينين. فكري في الحوايج الزوينين اللي فيك ولكن تحاوليش تقارنيهم عاوتاني بالحوايج الزوينين في داك خدنا ولا الخايبين في داك خدنا. تقولي انا احسن منها في الحاجه الفلانيه، ديما قارني راسك انت شنو كنتي البارح. انا دابا فاش كنبغي نشوف فيديوهات المونتاج ما كنمشيش نقارن المونتاج ديال وحده معايا زعما في نفس الدومين، كنمشي نقارن راسي بالمونتاج ديالي القديم كنقول اه منال وليتي ناضيه تبارك الله لك. كذلك مثلا وجهي دابا مؤخرا مثلا عقلت وقلت لكم لاحظتوا الفرق راه غلاضيت، ماشي كنقول لكم راه وليت غضمد فلانه حق راه بان فيها زعما مابقاش وجهي كيبان فيه ستريس والعيا شحال هادي بحال هاد فلانه ولا احسن من هاد فلانه. دونك ديما كنشوف راسي مع راسي قبل، ولكن شي مرات كيكون العكس. شي مرات مثلا شعري بدا كيطيح وشحال هادي شعري كان قوى من دابا غادي تنقصني شي حاجه ولا غنقول كي كنت وكذا، حيت هادشي غيولي يجي من بعد بزاف ملي غنبداو نتقدموا في العاج. حيت من الناس ملي كيبداو يكبروا كيبانوا فيهم حوايج مثلا تجاعيد، يقدروا مثلا يبانوا دي فوا الحبوب قلت لكم لواه الاقراص استغفر الله العظيم. الشعر كيبدا يطيح كينوضوا شي مهم. حنا راه بني ادم، ولكن فاش كتبغيو راسكم من الداخل كتوصلوا لواحد القناعه زوينه وما تحاوليش تصغري من راسك تقولي حقه انا شحال هذه كنت كندير وكندير وا كنت حمقه. اخر حاجه نقول لكم حاولوا واخا هادشي صعيب، كاينين شي بنات كيكونوا صغار وكيتاثروا بحوايج اللي كيفاش غنقولوا عليهم حوايج كيمشيو مع الوقت كيمشيو مع الدنيا كيف ما كنقولوا ما كيبقاوش معنا غدا وبعد غدا. كنلاحظ بنات صغار مثلا كيتبعوني وملي كتقول لي درت حاجه زوينه بسببك كنفرح. عرفتي شناهي راه كتبقى عندك صدقه جاريه، تخيلي معايا نموت وداك البنت باقي كدير ديك الحاجه وهي راه كتحسب عليا والعكس تحسب ليا ماشي عليا، ولكن تقدر تحسب عليا الا كانت البنت شدت مني حاجه خايبه. داكشي اللي السوشيال ميديا فيها الحوايج الزوينين والحوايج الخايبين راه والله حتى واحد المسؤوليه صعيبه. كيبان لكم حط التليفون وهضر شحال من مره كنقول شحال من كلمه وكنقول بنادم غادي اولا وكذا، حيت في المونتاج تقدر نقطع شي كلمات ويتلاصق هذه مع هذه وبنادم يأولها في شكل وكذا. كنلاحظ هاد اللعيبات في لي كومونتير البنات اللي صغار وكيتبعوني وغادي بداكشي اللي كنقول لكم الزوين الله يرضي عليكم والله يخليكم هكا والله الا تبارك الله عليكم. والبنات الكبارات اللي كيتفرجوا فيا ولا العيالات كيتفرجوا فيا مع بناتهم زعما هذا فخر وشرف ليا حيت كنحس براسي ما كندير شي حاجه خايبه. يلا تهلاو في راسكم نتلاقاو في جول ستورك واحد اخر شحال الساعه صراحه ما هضرتش بزاف واحد الساعه ونص ما سخيتش بكم والله تتوما سخيتوا شويه عارفه راسي عزيزه عليكم باي.